السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبانا في الله، إن شاء الله تكونوا بخير. النهاردة بعد الأجازة عودة إلى العمل مرة أخرى مع طبعة إبسون 5790. الطبعة طبعا مشكلة في الرأس الداخلية للطبعة، إزاي تنظف الرأس بشكل آمن. طبعا الطبعة دي طبعا حساسة شوية في الاستخدام، و في بعض الأحوال لو أنت ما عندكش معرفة كافية عن الطبعة ممكن إن أنت تخرب القطع في الطبعة دي، ويفضل إن أنت توديها المتخصص يشتغل لك فيها. طيب مبدئيا كده الطبعة، الحالة اللي بتيجي في الطبعات دي لما بتتساب زي نفس الإبسون 805 طبعات الصور و382 و220، الإبسون اللي بتشتغل على الرؤوس الداخلية 4 بشكل عام، لما بنسيبها الرأس الداخلية بتجف، الأحبار بتجف داخل المسام بتاعت خاصة بالرؤوس، فبتحتاج إن أنت تعمل لها تنظيف. في بعضهم بيعمل لها تنظيف من الكمبيوتر أو من نظام الصيانة الخاص بالطبعة، في بعضها بتظبط وفي بعضهم ما بتظبطش. فلما تيجي تشتغل عليها بشكل اكتر تنظيف بتدخلك في رساله ان وحده الصيانه وصلت للحد الاقصى. طبعا عشان تتلاشى كل الكلام ده او ان انت ما تستهلكش من قيمه وحده الصيانه، فلازم تتفرج على الفيديو ده واحده واحده، هشرح لك ازاي تتعامل مع الطبعه وازاي تنظف الراس. طيب هي الطبعه تنقسم لقسمين، القسم الاولاني وهي الطبعات اللي بتشتغل بالشرايح. هتسألني ايه الشرايح دي؟ في بعض الطبعات نفس دي كده بتشتغل على الحبر، الحبر الاصلية اللي هي بتشتغل، يبقى في شريحة هنا، الشريحة دي اللي بتعرف الحبر. وفي بعضهم بيبقى بعض الشركات او المؤسسات بتظبط الطبعات دي وبتخصصها ان هي تشتغل معاك بدون شرايح، بحيث ان انت تشتري كاسيتات زي دي كده عشان تطبع معاك ورق اكتر. طبعا طبعا ما شاء الله غنية عن التعريف ومعروفة ان هي بتطبع ما شاء الله يعني اوراق كتير، في الى ما يصل 40,000 لو مش شغال على النظام المفتوح، عكس اللي هي المحابر اللي بتشتغل بشريحة بيبقى ليها عدد معين يستهلكه وتضطر انت تشتري أحبار بديلة، طبعا بتبقى تكلفتها أعلى. وفي بعضهم بيشتري الكاسيتات نفس دي كده برضو، وبياخد الشرايح منفصلة وبركبها لها وبتشتغل معاه برضو إلى عدد معين، وبيضطر إن هو يغير القطع بتاعتها. طب عشان ما نتطرقش الموضوع مواضيع تانية، خلينا في الجزء الخاص بالأحبار، الطبعات اللي اشتغل على الأحبار بشريحة أو الأحبار اللي هي الاستهلاكية. لو عندك الانسداد قوي في جزء الرأس الداخلية، فأنت هتضطر إن أنت تعمل لها تنظيف أعمق، وهو إن أنت تفتح الجزء بتاع الخاص بالرأس وتطمن على المواسير وتشوف أي الانسداد وصل فين بالظبط عشان تتأكد من الانسداد ده إزاي. مبدئيا لما تيجي تعمل لها تنظيف عند هنا بيبقى المسار بتاع وحدة الصيانة أو الخلفية اللي هنا، بيبقى عند هنا ده شكل وحدة الصيانة، بيبقى فيها سفنجات بحيث الفايز بينزل فيها. تمام، لو انت وانت شغال الفايز ما بينزلش في الجزء ده معناها، او بينزل لك بشكل بسيط، معناها انت عندك في انسداد في الرأس الداخلية. لو ما بينزلش خالص فلازم نفحص الجزء الخاص بالدينامو السحب اللي بيسحب الحبر ديت أجزاء الطبعة. عندي الطبعة دي طبعا بتعاني من خلل في الرأس، فحصت بعد الفحص عندي هنا الحبر بينزل اوكي مفيش أي مشكلة، لكن بيجي تطبع تيست بيطلع لك جزء من الأحبار في التيست والجزء الباقي مش بيطلع، معناها ان الانسداد في الرأس. لو ما بيطلعش خالص مرة ما بيطلعش خالص، بالعين كده
بنلاحظ ان الحبر لو ما بينزلش فلازم نفحص عندي هنا الجزء بتاع السحب. طيب بخصوص الرأس الداخلية، في عندي اول ما بتفتح الطبعة طبعا بيبقى في كفر هنا بنشيله، نفك المسامير الجانبية كله، ودي طبعا الكفر بيبقى مكون فيه مسامير هنا نفكها، نفك المسامير. وعندي الرأس طبعا بيظهر معايا الرأس بالشكل ده كده، بنفكه ازاي؟ بيبقى في عندي هنا مسمار 2 3 بنفكهم برضو، كنت طالع بس وموضح في بعض الأجزاء، لكن في الفيديو ده إن شاء الله يكون موضح بشكل أكثر دقة. بعد ما أفك الثلاث مسامير اللي بيبقوا موجودين هنا، أطلع الرأس بالراحة كده خالص، بيبقى عندي هنا الكابل واير الداتا ده ملزوق هنا، هنفكه بالراحة. وهنا نفكه من الجنب يسار اليمين واليسار، في وايرات الداتا بنفكها بحيث ان انا احرره خالص، وابدا اشيله بره بالشكل ده، اطلعه بره خالص بالشكل ده. تمام، بعد بالراحه خالص كده، بعد ما بفكه بجيب زي نشاف او مجموعه من النشافات والفها هنا كده بالشكل ده، بفك المسمار ده وفك المسمار ده. مجرد ما انت تفك المسمارين خلاص يبقى في حبر متكون هنا هيتنثر في جميع الطبعة. فاحنا بنحط النشاف ده عشان نمنع ان الحبر ينزل بره، ينزل على النشاف بتاعك او المنديل بتاعك. بعد ما تفكها بتطلع الجزء بتاعك ده وتاخده تفحصه قطعة قطعة. وطبعا عندي مجهز رأس طبعة هنا شغال عليه. طيب الرأس أول حاجة احنا بنفك جميع الأجزاء بتاعة الرأس، هي طبعا مكونة من كلها قطع كبس، كلها قطع كبس في بعضها. ده جزء اهو اللي فيه المواسير الضغط، بنتأكد ان مفيش أي انسدادات هنا بعد ما نفكها. بنتأكد ازاي؟ عندك في انجكشن زي كده، وبتجيب محلول تنظيف زي اللي احنا كنا موضحينه، وبنضخه في المواسير، اللي دي الفتحات، بيطلع من النافذ التاني خلاص، تبقى امورها تمام مفيش اي مشكلة خالص. نيجي بعد كده المرحلة بتاعة الاجزاء الباقية. اول حاجة الجزء اللي فيه اللوحة الكهربائية دي، الجزء ده طبعا ما بنجيش جنبه خالص عشان مفيش اي مية او محلول يجي على اللوحة ويبوظ لك وايرات الداتا ويعمل لك التماس. وطبعا لو حرصا عشان ننضف الجزء ده، بتنضفه ازاي؟ بتحط المحلول في وعاء وتغطس الجزء ده بس، الجزء ده بس الصغير ده هو اللي تغطسه في المحلول. طبعا احنا بنخلطه بمية حار بحيث ان لو في اي انسدادات او اي تكتل يعمل على تسييبه. ما تضخش اي مية هنا ما بنضخش اي مية خالص، بنسيبه زي ما هو كده. هو جزء تحت العدسة دي اللي بتحط في المية، لو قدرت ان انت تضخ فيه تاخد بالك ان المية او المحلول ما ينزلش على اللوحة بتاعتك، تقدر انت تغطيها بنشاف بأي حاجة لو قدرت ان انت تحافظ عليها. اهم حاجة ما وصلهاش المية عشان ما تتأذاش، ولو وصل عليها مية تنشفها كويس وبالاستشوار او هواء حار تبدأ تنشف اللوحة قبل ما تركبها. تدخل على الجزاء المهم طبعا عشان تفتح جميع الانسدادات، انا باخد الجزء ده والجزء ده، وعندي هنا بيبقى محلول بغطسه فيها وبسيبه طبعا بالمية الحار اهو بالشكل كده، بغطسه فيها بسيبها ممكن 5 دقايق او كده ولا حاجة، وابدأ بالانجكش طبعا، بسحب برضو مية حار بالمحلول واضخه جوه الفتحات بحيث ان المية تطلع لي من الفتحة التانية. طبعا دي الفتحة الرئيسية، ببدأ اضخ كده واشوف عندي هنا الفقاعات طبعا بتطلع من 4 فتحات وبتسلكها كويس.
طبعا كلها مضغوطة في بعضيها بشكل هندسي من الداخل. وده الجزء اللي بعديه كده نفس النظام برضه، فتحات الأربعة بنضخ برضه هنا المحلول، بننضف أي تكتلات، وبنرجع نقفل الرأس بتاعنا تاني وبنركبه. بعد ما نركبه بنحط بنشتغل على التنظيف الوست من الكمبيوتر اللي هو التنظيف العادي أو من الشاشة بتاعة الصيانة، بحيث إن الحبر ياخد الدورة بتاعته تاني، يتسحب من هنا ياخد الدورة بتاعته ويضخ في الرأس تاني ويبدأ يشتغل معاك من جديد. فده كان ملخص لشرح تنظيف الرأس الداخلية، تنظيف عميق يدوي لطبعات الإبسون اللي هي بتشتغل بالنظام المفتوح وبالنظام الحبر الاستهلاكي. أتمنى تكونوا استفدتم أو تستفيدوا، ويقدر الفيديو ده يساعدكم في تنظيف رأس الطبعات عندكم. وناخد بالنا ما نشتغلش بالتنظيف من الكمبيوتر أو من الطبعة بتكرار بزيادة، عشان وحدة الصيانة متوصلش للحد الأقصى بتاعها، فبالتالي هتضطر ان انت تعمل ريسيت لوحدة الصيانة او ان انت تستبدلها. الى هنا ينتهي الفيديو بتاعنا، والى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اضافة بسيطة نسيتها بخصوص الكود، الاكواد اللي بتطلع في كود اللي هو رقمه 03104. الكود ده طبعا الكود ده بيطلع ان في خلل في الطبعة، وهو عشان تتخلص من الكود ده يبقى عندي هنا مجموعة السناسر دي، السنسور ده بيتنضف، بيبقى فيه مثلا غبار او اي حاجة، وبتفتح الجزء الخلفي للطبعة، ولو في عندك منفخ هواء اي حاجة بتنفخ، عشان بيبقى فيه بودر من الطبعات، وانت بتعمل تنظيف وانت شغال بيجي على الحساسات بودر او غبار، بتنضف كل الكلام ده وتطفي الطبعة بتاعتك وتشغلها تاني، تشتغل معاك والرسالة بتروح. في حاجة تانية، بعض الأكواد تانية بتطلع لك مو عايز تتخلص منها، برضو تيجي عند لوحة كهربائية، وفي عندي الواير، عندي هنا واير الأسود طبعا احنا بنشيله، ما تفتحش ما تخلعش جميع الوايرات بحيث ما يجيلكش تعمل لك مشكلة في الطبعة أو أي حاجة تانية. في حال لو بيطلع لك مشاكل كتير وأكواد كتير، فممكن انت تشيل النبيتي والأصفر، في عند الأسود اللي تحت اللبني ده، الأسود ده طبعا ده ما بيجي الأكواد كتير أو مشاكل كتير غير الكود اللي أنا ذكرته اللي هو 03104. ده طبعا كود لما بتيجي تنضف السناسر تضربها بالهواء، ولو في اي حاجة على الشريط هنا بنمسحه، الكود ده طبعا بيروح. غير كده في عندي لو في بيطلع لي اكواد تانية نتخلص منها من خلال السلك ده والسلك ده والسلك التالت الاسود ده. حبيت اضيف بس الجزئية دي. السلام عليكم ورحمة الله.